مركز بقى اللي هو نعمل وكيل. اه انا مغفله فعلا. انا مغفله فعلا. انا لو كنت اعرف من الاول ان انت خاين انا ما كنتش اتجوزتك. عاملين ايه؟ وحشتونا. يا رب تكونوا كويسين. طبعا رجعنا لكم بمقلب قوي جدا في اكرام النهارده يا جماعه. بجد هو من ساعه ما نزلني الشارع بهدوم البيت وانا وفريده ومحمد بهدلنا في اليوم ده حرفيا. لا وفريده بعتني بشوكولاتايه. انا بقى النهارده فريده هشتريكي بخمسة دولار. خمسة دولار؟ اه هشتريكي بخمسة دولار. اشوف فريده هتعمل ايه بالخمسة دولار على اكرامي. هتعملي ايه بالخمسة دولار؟ انا اصلا بحوش في الحصان. تمام ولا مش تمام؟ تمام. احنا دلوقتي تيم. تيم ما تقلميش عليا. طب النهارده بقى يا جماعه انا قررت اطلع على يعني على عينيا كل اللي هو عمله. اكرامي جاي تعبان جدا وبقى له كام يوم كده ما بينامش. بصراحه تعبان بجد. انا هوريكم منظره دلوقتي يعني مقتول زي ما بيقولوا. فانا قررت ان انا اقنعه ان انا شفت حاجات على الموبايل بتاعه. فتحت الموبايل وهو نايم وشفت حاجات على الموبايل وهخليه بقى ايه زي ما بيقول ايه ادحلجه في الكلام. اقعد اقول له يخرج يلاقيني محضره شنط هدومي. انا قررت ان انا اسيبه البيت وامشي. طب هتسيب البيت وتمشي ليه؟ انا عملت لك ايه؟ ده انا نايم في امان الله. انت شاهدك على ده يا فريده صح؟ شاهد على ده. قبل ما تخشوا الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا يا جماعه مالك نايم ازاي؟ شايفين الملك؟ انا عارف ان هو مش هيصحى عشان هو تعبان جدا. طلع على عينيك. سلام. يا جماعه حضرت الشنطه. حضرت الجرس. ده فريده. تعالي نحطها ونقعد بقى. يا ماما وحدي الله. اصبري يا ماما. انا همشي يعني همشي يا فريده. يا ماما اقعدي وحدي الله. انا صبرت كتير. اتكلمي. طيب صبرت كتير قوي يا فريده. طب حطي شنطه في الاوضه وقعدي شويه. لا انا حضرت كل حاجه وحجزت تذكره الطيران. لا مش هعمل. وحدي الله يا ماما وحدي الله. ازاي هرجع؟ طب ما تقولي اكرم. لا ما ملوش دعوه. هنزل معاكي. ملوش دعوه. كفايه قوي اللي هو عمله. كفايه يعني همشي. همشي يعني همشي ومش هقعد تاني في البيت هناك. طب انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ اعملوا بقى اقعدوا معايا بقى ياكلكوا ويشربكوا عشان يعرف امتي. لما تعرف امتي هبقى اقعد معاك. هي انا قررت وخدت قرار همشي يعني همشي. همشي يعني همشي ما تتحايليش ما حدش يتكلم معايا. ياكلكوا بقى يوديكوا مدارس ينزلكوا يطلعكوا. انا ماليش فيه. انا ماليش فيه. هو حر. احنا عندنا حد اجازه هنعمل ايه بقى؟ تقولي يا اسراء ماشي. تعالي يا اسراء ماشي. روحي معايا الشغل ماشي. اعملي معايا حاجات ماشي. انزلي هذه حاجات ماشي. انا بقولك لا على حاجه. بقول انا بقولك لا على حاجه. اما انت ما تقدرنيش وتعمل اللي انت عملته. تعمل اللي انت عملته. تتجازى ان انا امشي واسيبك. تتجازى. لازم تتجازى. وتعرف قيمه اسراء. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا ماما. وحدي الله. لا لا محمد رسول الله. بطلي تتكلمي معايا في حاجات اصلا انا مش هقعد. انا مش هقعد. بطلي تتكلمي معايا بالطريقه دي. انا نفسي اعرف اللي حصل. اللي حصل بقى خلاص بقى. هو خلاص هو جاب نهايته معايا اساسا. جاب نهايته معايا. انا صبرت كتير قوي يا فريده. انتوا ما تعرفوش ايه. وفي ايه؟ مش عارفه. اسالها. انت مش عارف ايه؟ انا عارف ايه منين؟ انا لسه صاحي النوم حالا. خليك نايم كده كتير. دماغ حلوه ولا ايه؟ لما تعرف امتي ابقى اقعد معاك ابقى اعيش معاك. لما تعرف امتي ابقى اعيش معاك. ما تعرف امتي هبقى عايش معاك. انما طول ما انت بالوضع دوت وبالحاله عماله تسوق بتسوق بتسوق اكتر انا مش هقعد معاك. وده ايه؟ وده ايه؟ يا ماما انا ما بحبش حركات السهوكه دي. بطل بقى. بطل بطل. اطلع كده من التوب اللي انت عايش فيه. كفايه. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله. مش فاهم اي حاجه على فكره. قلت لك اطلع بقى. اطلع من الدور اللي انت عايش فيه. بطل دور البلايك البريء الهادي النسمه اللي ما بيعملش اي حاجه في حياته. بتجي معايا فريده. هو في ايه؟ معرفش في ايه. انت الشنطه دي ايه؟ ماشى. ماشى فين؟ هرجع مصر. هو انت كام ساعه؟ معرفش والله. اسال نفسك. انا بعد كده مش هجاوبك على اي حاجه. الساعه كام دلوقتي؟ فين؟ نمت 6 ساعات بقالك 6 ساعتين. تحت موبايلي هنا. معرفش والله. خد شوف. خد شوف ايه اللي حصل فيه الموبايل. اللي حصل ايه؟ مش فاهم.
شوف انت بتكلم مين على الموبايل وبتقول لها ايه؟ مش عارف صح؟ انت عرفت منين ان انا بكلم مين ولا بعمل ايه؟ مش فاهم انت. هو انت اللي لسه قايل ان انت بتكلم حد على الموبايل. انا ما قلتش حد. انت بتقولي انت بتكلم مين ولا بتعمل ايه؟ ايوه انا عايز افهم في ايه القصه دي كلها. شويه حاجه القصه. انا هرجع مصر. هرجع مصر؟ ايوه. حصل ايه بقى؟ اول وحدي لما يعرف امتي هبقى ارجع لكم. اول وحدي. طب احنا مالنا؟ حصل ايه؟ انت ايه اللي حصل؟ شوف اللي على الموبايل. شوف ايه اللي على الموبايل وانت تعرف ايه اللي حصل. شوف اللي على الموبايل. حصل ايه على الموبايل؟ ما اعرفش والله. شوف اللي على الموبايل. ما اعرفش. انا كل اللي اقوله حزب الله ونعم الوكيل. في اي حاجه انت بتعملها غلط وحرام. بس ربنا هيجيب لي حقي منك. ربنا هيجيب لي حقي منك. هو احنا مش هنعملكم ايه؟ مش هنام ومش نايم. واحنا الساعه كام؟ انت نمت 6 ساعات. انت نمت 6 ساعات. ايوه. ايه حصل في 6 ساعات بقى؟ 6 ساعات نمتهم، ايه اللي حصل فيهم؟ معرفش والله. اسال نفسك. أيوة. لما تقعد تبعت لك على التاب وتبعت لك على الماسنجر وتبعت لك على الفيس وتبعت لك على الموبايل ورنيت، يبقى والله ان انت جاي البيت قبل ما تيجي عشان ما تقعدش ترن عليك. يا مين دي؟ انت لسه قايل اصلا ان انت في حد بيتكلمه على الموبايل من شويه. خلاص حط الشنطه. مش هحط الشنطه. وخش نيك. مش هنام. لا مش هنام. انا هروح اقعد عند واحده صاحبتي لغايه ما مهد الطيران. ايه؟ مين اللي رنت؟ والله ما انت بتقول. اهو مين اللي رنت؟ يعني هي في واحده في حياتك بترن عليك؟ في ناس كتير اعرفهم، بس يعني ناس ممكن يبقى في الشغل. في الشغل؟ ليه؟ هو انا هبله يعني برياله؟ يعني مش هصدق ان واحده بعت لك ايه قلبي دي من الشغل ولا ايه روحي دي من الشغل؟ انت اللي لسه قايل اصلا بنسانك. ماشي. انا لما قلت لي قلبي دي كان كلام كده عادي يعني. كان في كان حد لحد عن طريق المحل. يعني انت قلت لحد ايه قلبي صح؟ انت قلت لحد ايه قلبي؟ بقول لك فرضا لو قلت ايه قلبي ده يعني. لا انت ما قلتش فرضا. انت قلت دلوقتي لو حتى قلت لها ايه قلبي ده من الشغل. انت اللي لسه قايل بنسانك. حزب الله ونعم الوكيل فيك لما بتعمل حاجه غلط. ايه اللي فيه؟ عشان ربنا هيرجع ويلف ويعمل اللي انت بتعمله بره ده فيا وفي بنتك. سؤال بس عشان انا استوعب. بس انا مش في حلم. لا انت مش فاهم. انت في حقيقة. وانا قررت ان انا ارجع عشان انت مش عارف امتي. انا جيت معاك هنا امريكا علشان قعدت تقول لي انا هتغير. مفيش اي تغيير. وايه قلبي؟ وايه يا حبيبتي؟ وايه يا روحي؟ انت بتقول لي واحده يا روحي؟ ده انت ما بتقولهاليش. انا ما قلتلهاش يا روحي. هو لو قلت ايه قلبي دي فممكن ده اي حد بيقولها لهم. اي حد بتقولها لهم؟ اه. يعني ده انا مش واحده بس، ده كذا واحده بتقول لها ايه قلبي. تمام. فاسيبيه. انا عايز افهم ايه اللي حصل. انا مش طالب الا انا دماغي عطلانه. انا مش شايف حاجه قدامي. ايه اللي حصل؟ انت على طول عطلان. انت من امتى اصلا فايق؟ انت على طول عطلان. وكل ما اجي اكلمك تقول لي انا مش قادر. اما مش قادر معايا بتمسك الموبايل وتكلم حد ليه؟ اما انت مش قادر معايا. مين اللي كلمني؟ انا مش شايف حاجه في المكالمات. هي مين في سجل المكالمات؟ انت مستنيه اكلمك يعني؟ ما انت ماسح كله. انت ماسح كله من على الموبايل. انا ما مسحتش حاجه. مين اللي مسحش عندي الموبايل؟ انا اللي مسحت. مسحت ليه؟ مسحت عشان القرف اللي انا شفته لازم امسحه. ايه اللي انت شفتيه بقى؟ ان انت بتكلم واحد عليا. يا ماما واحد. بطل تعمل الحركات اللي انت اكني مزبهل واكني ما بتعملش عيب. بطل حركات السوسه دي. انا ما بحبهاش. انا ما بحبش الحركات بتاعتك دي. اطلع بقى من الوش اللي انت لابسه. خليك بقى كده صافي كده. خليك صافي. خلي يعني اقلع عيني اهو. يا ماما واحدة. انا مش فاهم انتوا بتهزروا. انت بتتكلموا بجد ولا انت بتعملي ايه؟ انا ما اعرفش. بتستفزني صح؟ انت بتستفزني؟ انت بتستفزني؟ وربنا ما اعرف. انت بتستفزني عشان امشي؟ طب انا همشي. يا ماما انت بتستفزني عشان امشي؟ انا همشي. بس يا فريدة لو سمحتي بعد اذنك. واحد. يا ماما. هو ده حلو التعبير ده يعني كده ولا مش فاهم يعني؟ بس فريدة ما تتكلمش معايا بعد اذنك. فريدة بتتكلم. بطل كدب بقى. بطل كدب. بطل الشغل بتاع الناس الكدابة ده. ما حصل يا فريد؟ حصل ايه؟ معرفش. انا مش مسامحك. انا كل شويه بدعي عليك. انا مش مسامحك ومش هسامحك على اللي انت بتعمله. وربنا يحسن انا بحلم. ايه اللي حصل بقى؟ ايه حصل بقى؟ انا نايم. معرفش. هي كانت قاعده جالك مسج. معرفش ايه اللي حصل بقى. جالك مسج على الموبايل؟ اه. من مين؟ واحدة فعلا اتصلت؟ مش عارفة. اهو انت بتقول لها واحدة اتصلت. يعني في حد بيتصل بيك؟ اهو انت اللي قايل بعظمة لسانك ان في واحدة اتصلت. انت في ناس انا اعرفهم كتير. ماشي. كمان في
يعني بدل واحده كتير بدل واحده كتير. انا المساعدين عندي كل الناس كل الناس بنات يعني. مساعدين فين ان شاء الله؟ هنا يعني سكوف في مصر او هنا او اي اي مكان. وانت لما جينا من هنا لما جينا هنا قعدت تقول لي هتغير هتغير هتغير. ايوه هتغير لما انا كنت بخرج معاهم. انت كمان بتخرج معاهم يا بنتي؟ انت بتقوليني كلام ليه؟ انا ما بقولكش كلام. انت اللي بتقول دلوقتي ان انت بتخرج معاهم. انت تقول ان انت بتخرج معاهم معنى كده ان انت بتخرج معاهم. انا عندي سؤال. انا حتى في مصر كنت بخرج مع الناس دي عادي. لا صح فريده ما تتكلميش ما تتكلميش يا فريده. امشي يا فريده من وش. امشي من وش. امشي من وش. ولو سمحت تعالى وصلني تعالى وصلني عشان امشي. مش هتوصلني هاخد اوبر. انا الوكيل. هو بتحاسبيني على مين؟ عليك. بس انا عديت عليك مره واتنين عليك عشان انا شفت مسج ودلوقتي بتقولي ان انت بتخرج معايا. ايوه مسج ايه اللي انت شفتيها؟ فاهميني ايه اللي شفتيه؟ لو حد من عندي بنات باعت فممكن من شغل الفصل هناك. اوه والله خلاص. ايوه بقى ايه بقى المضمون بتاع المسج اللي انت لسه قايل انت بتقول يا قلبي وبتخرج معاهم. بتخرج معاهم يعني اللي ذاته غطى ان انت بتخرج معاهم. انت احنا في امريكا خرجت معاهم فين؟ هو انت بتحلم حاجات من عصر الهجري؟ ماما وحد الله وعايز اجيب لك تفاحه. طيب اجيب لك هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل بس فريده لو سمحتي بعد ايه المسج اللي بقى؟ انا مش عارف جوه. هي انا مش عارف. ما يعرف فين يعني؟ همشي هرجع مصر. هترجع مصر ازاي وانت؟ هو قال ازاي؟ يعني خلاص عايز ترجع مصر؟ اه عايز ارجع مصر. هنام ساعتين ونرجع مصر. لا مش عايز ارجع معايا. ساعتين وهو وصلك بالعربيه. انا مش عايز ارجع. هو انت بتتريق عليا؟ هو بتتريق والله. هو انت بتتريق عليا؟ انت بتستقلي بكلامي؟ انت بتستقلي بكلامي؟ بس اصل دي لو انت بتستقلي بكلامي؟ ماما خلاص. انت بتستقلي بكلامي؟ يعني انت غلطان وخاين خاين خاين وعامل حاجات غلط وبتستقلي بكلامي؟ ازاي دي؟ لو سمحت قوم ماشي قوم رجعني قوم لو سمحت لو بعد اذنك قوم وديني عند اي حد دلوقتي. هبات عنده عشان مش هبات في بيتك. مش هبات في بيتك. بدي تعالى اوديك عند اوضه فريده. لا لا مش هبات في اوضه. مش هبات في البيت اصلا. واحضر لك سحور واكويلك واقوم لك للشغل اقف على رجلي واحده عشان تروح الشغل. عايز انا عايز اعرف المسج دي اللي انت قريتيها عباره عن ايه؟ انت لسه قايل ان انت بعت لها يا قلبي. انت اللي لسه قايل بعت لها. انا بقول لك في حد ممكن اقول له ايه قلبي؟ انا بقول للناس كلها ايه قلبي؟ وتقول لي انت بتقول ايه لواحده غيري يا قلبي؟ انت بتقول لي انت مش طبيعي والله العظيم. والله انا مش مستوعب ولا فايق. انت على طول مش مستوعب ولا فايق. انت بس عايز اسراء تطبخ وتمسح وتنظف وتكوي وتحضر سحور وتحضر فطار. انا همشي انا همشي. ما حدش يتكلم معايا. انا همشي كده كده كده. انا ماشيه انا ماشيه انا ماشيه. انا هقعد عند واحده صاحبتي لغايه ما احجز طياره. فين الواحده صاحبتك؟ ما حدش ليه دعوه بيا. لو سمحت قوم وصلني عند شيرين بعد اذنك. يلا يا ماما دي واحده مش هتوصلني هطلب اوبر. حط الحركات دي يا سوسه يا سوسه. اقلع الوش اللي انت لابسه. العيال شايفاك بمنظور وانت اصلا بمنظور تاني. بعد اذنك بس لو سمحت قوم وصلني عند شيرين بعد اذنك. يلا ايه ده كلنا؟ ايدي وكلمي بعيد عشان انا لحد دلوقتي واخد الموضوع بهزار. ما انت واخدها بهزار عشان هعمل حاجه غلط وخاين وكذاب. خاين وكذاب. انت متخيل؟ وبتخون في رمضان. يلا قوم وصلني قوم وصلني عند شيرين. بخون مين في رمضان؟ بتخوني. بخونك بخونك على مين؟ ماشي والله هحبسك يا كروم. هحبسك والله. ايه؟ هحبسك. انت هبت منك. هبت مني؟ والله هبت مني. لا انا عقل وانا عارفه انا بقول ايه. طب والله انت متخلفه عقليا. انا شارب حاجه على السحور. ايوه شارب حاجه على السحور وشارب حاجه على طب احنا ازاي هنعمل السحور دلوقتي؟ اكرم مش بيعرف يعمل الاكل. هو انتوا قاعديني عشان اعمل لكم سحور؟ انا مش خدامه. هو هيجيب لكم واحده حلوه. لا انا مش بقول هو هيجيب لكم واحده. اقعد يا فريده لو سمحت. احنا مش بنعرف. لو سمحتش خش جوه. امشي خش جوه بعد اذنك. يلا خش جوه. اكل يوم خش جوه. ان انت شفت المسج بتاعتها بيقول له ايه يا قلبي؟ اهو انت لسه قايل ان في واحده بعتت لك مسج على الموبايل وعايزني اقول اسمها. انا مش فاكر. انا مش هقول اسمها. انا مش هقول اسم واحده خاينه هي كمان. تلاقيها متجوزه ولا متطلقه ولا ارمله. انا مش هقول اسم واحده خاينه هي كمان. وهات الاسكريات وريها لهم. هوريها لك يا حبيبي هوريها لك. انت هتخوفني ولا ايه؟ اسكريات مين؟ وبتسال فريده من ورايا؟ حسب الله ونعم الوكيل. مش هقول غير كده. اهو اهو قايل لمامتك وحشتيني وقايل لمامتك كل سنه وانت وقايل لمامتك بحبك. كل ده لمامتك؟ طب انا فين بقى؟ انا فين؟ بنتي بخرج انا واحد انا صاحب النوم. انا مش فاهم في ايه يعني. بخونا مع مين في حلم؟ انا شكيت ان انا في كابوس يعني. ده كابوس والله. انا قاعد مستني ان انا هروح شايل البطانيه على وشي وقايم وفريد قاعده جنبها بتهديها. طب ايه اللي حصل؟ وحد شنطه سفر محضراها. واحد الله واحد الله واحد الله. عماله تقولي واحد الله. قوم رجعني مصر. انا عايزه ارجع مصر دلوقتي. انت بتخني بتخني انت على فكره انت قلت في وسط الكلام ان انت بعت لحد قلبي. انت عاجبك المنظر ده بتاع الفيديو الناس ده؟ وانت عاجبك المنظر اللي انت نزلتني بيه الشارع بجامة البيت؟ يا جماعه وصل الفيديو ده 50,000 لايك وشيروا الفيديو ده واعملوا كومنتات. وبما ان هي حرقت اللي انا كنت هعمله
كان المفروض ان انا هعلن امبارح عن الناس اللي كسبت، فحالا هتشوفوا الناس اللي كسبت دلوقتي حالا. ايوه وانتي تقولي اقول لكم استنوني في فيديو جديد واكتبوا لي ان اسراء قويه جدا جدا، جيش اسراء فوق 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 فوق. بس عايز اقول لكم حاجه كمان يا جماعه، يعني الفيديو ده اكبر حد هيعمل اكتر حد هيعمل كومنتات واكتر حد هيشير واكتر حد هيعمل لايكات، الثلاثه دول انا اللي هختاره بقى. الفيديو اللي جاي هما اللي هيختاروا.